وبعدين تشوف المباراة المرادفة ليك ايه اللي حصل فيها. اللي إحنا حصل ده انت كابتن ياسر عبد الرؤوف خبير التحكيم في قناة الزمالك، الراجل كان واضح وصريح جدا، قال لك ضربتين الجزاء مش ضربتين جزاء. كابتن سمير عثمان قال لك ضربتين الجزاء مش ضربتين جزاء، والطرد مش سليم. يعني في قرارات مؤثرة اكتر من كده. الطرد ده في الفاول اللي جاي منه جون التعادل. فاهمني؟ في فاول، في، انا عايز اقول ايه، ماليش دعوه يعني احنا، ولو ان لازم يبقى لنا دعوه، ما احنا داخلين اهو على كلمه التحكيم المصري ولا الاجنبي، ولازم في، كنت هسألك في ده، لازم في سبب يا استاذ ابراهيم لاصرار الاستاذ احمد مجاهد المفاجئ. طب خليني اقول لك انه لازم في سبب. يعني ايه الاصرار المفاجئ ده؟ استاذ احمد مجاهد وكانه يعني يستشعر انه سيمضي طويلا في قياده الكره المصريه، لان كل قراراته مصيريه الحقيقه. يعني القرار ده قرار، يعني ما كان اغناك على انك تخش بالقرار ده دلوقتي، لكن ده في اصرار. ده انا سمعت له كلام مع الكابتن احمد شوبير النهارده، قال لك لا راجع عن الحكم الاجنبي، وايوه شفت امبارح الاخطاء، ولو حصل اخطاء المره دي وقدام شويه لا راجع عن الحكم الاجنبي، وهيبقى يوم 18 بحكم اجنبي ويوم 10 بحكم اجنبي مهما حصل من التحكيم. تصريحات مسبقه لمشاكل متوقعه، وكانه يقول ما حدش يكلمني على المستوى والعداله. تستغرب، طيب وماشي، يعني لازم عندك سبب. طيب فكره الحكم الاجنبي للقاءات القمه، لان انا يا جماعه لو قعدت استعرض تاريخ الصفاره المصريه او المحليه مع لقاءات القمه هلاقي إرث كبير جدا من التوتر والمشاكل والمباريات حتى اللي لازم أو لازال كله بيذكرها. أنت بتتكلم من مباراة الديبة في مباراة مروان كنفاني، بتتمر بمحمد حسام، بتمر بالكابتن محمود عثمان، وقعت الكابتن ربيع ياسين اللي كل ما يقول له لغيتها ليه يقول له بس يا ولد. جون الكابتن عمرو، عندكم عدد كبير جدا من حتى مباراة أدرع عبد العظيم اللي الزمالك انسحب فيها كان برضو إصرار على تحكيم مصري. كان هناك التوجه الثابت انه منعا لكل هذا الجدل ليس طعنا في ثقه الحكام المصريين ولا كفايتهم، وده بالمناسبه ده اللي اكد عليه النادي الاهلي من اول موقف. المطالبه بتحكيم اجنبي ما كانش طعنا ولا تقليلا من شان الحكم المصري، بالعكس كان حفاظا عليه. وما هياش على فكره بدعه موجوده في مصر بس، كل دول العالم بتستعين بحكام من خارجها للمباريات المختلفه. في بروتوكولات تعاون لكنه ده موجود في كل الدول، الاستعانه بحكام اجانب. انت ليك تجربه ونتائج، وانا مستغرب جدا من النغمه اللي طالعه في الزمالك. يعني لما كانوا بيصروا على حكم ايام ماتش الكاس على حكم مصري مرتين، مره مع الاهلي ومره مع سموحه، وطلع العميد ثروت سويدي وقال لك اصل الزمالك عايز بطوله. طيب بصرف النظر بقى، يعني الزمالك اللي كان مصر على الحكم المصري، والاهلي كان عايز حكم اجنبي. ايوه دلوقتي الزمالك بيصدروا للراي العام. الزمالك بادر كمان في الواقعه ديت، بادر برفض الحكم المصري. ما انا ده اللي عايز اقوله استاذ ابراهيم. عايز اقوله هو يصدر للراي العام ان الاهلي مش عايز حكم اجنبي، رغم البيان اللي قاله النادي الاهلي، ورغم ان انت المره دي اللي مش عايز حكم مصري، العكس بقى. طيب مش عايز حكم مصري انك عايز تقنع الناس، ودي اللعبه بقى اللي لازم ننتبه ليها. هو انت حقيقي الحكم المصري انت مش عايزه عشان بينحاز للاهلي؟ وكل الحكام الاجانب اللي جم ادوا لك ما تتصوره حق. لو ده حقيقي والله العظيم اسقف لك. ليه؟ لأن 90% من مواجهاتي معاك بحكم أجنبي على مدى يمكن ال 15 20 سنة اللي فاتت. صحيح، كل الانتصارات التي حققها النادي الأهلي بحكم أجنبي. هي. كويس؟ طيب جالك منين الإدعاء إن الأهلي أو الإحساس إن الأهلي مش عايز حكم أجنبي؟ جالك منين؟ علشان آخر مرتين الحكم الأجنبي لم يطبق العداله. واحد يقول لك كان الاهلي له ضربه جزاء في ماتش السوبر
حكم التشيكي. التشيكي ايوه كان له ضربه جزاء كانت تخلص الماتش. والراجل اعتذر عنها واعتذر عنها. وتاني برضه حكم تاني من اوكرانيا ولا مش الكرواتي. عارف الكرواتي الكرواتي اللي كروتنا في ماتش ملوش ملوش لازمه، بس هو الحظ بتاعه ان الماتش ما كانش مؤثر يعني. ايوه. ويقولوا لك طب ما الحكم المصري طالما ان في الفار هيعالج الكلام ده، لو الفار ما عامل دوره وانت برضو شايف ان الحكم، والفار مين اللي قاعد فيه؟ لا وانت شايف ان في تعاون بين الفار والحكم، لكن ده لحد النهارده ما احنا شايفين مين صاحب القرار، الفار ولا الحكم ولا ايه العلاقه بالظبط؟ ولا امتى بيسمع كلامه؟ ولا امتى بيعرض؟ ولا امتى ما بيعرضش؟ ولما بيعرض بيعرض من اي زاويه؟ يعني في مشاكل كتير. دعنا من فكره، مش عايز اقول انها تطال الاهلي، دي تطال كل الانديه بتشتكي منها. ومن تطبيقات الفار مش ماشيه بالشكل اللي لازم نشعر ان لا كده احنا مطمنين، زي الحكم الخامس اللي يبقى واقف على الخط ومشارك في اللعبه ويغمض عينيه مرتين. مرتين ماتش الانتاج الحربي، مره مع وليد ازارو ومره في الكاس مع بيراميد في حسين الشحات. في المرتين الراجل مشترك في اللعبه، يعني ناقص يعمل تاكلينج مع اللعيبه وشايفها ما بيقولش عليها. يعني طيب تعمل ايه؟ ادي الحكم الخامس اللي نقلناه بقى الفار جوه الاستوديو. دخلوا يا جماعه في الاخر في بشر، طول ما في بشر هيفضل هذا الجدل قائم.